لغتي لغتي العربية، لغة العرب القومية. كم حازت في الدنيا جمالا دون لغات البشرية. اقرأ ما كتب العظماء، اقرأ واقرأ ثم اقرأ واسمع ما قال الحكماء. مرحبا أعزائي الطلاب، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية، واليوم سنستكمل دراسة قصة الكنز الحقيقي. خطوات الدرس: أولا مناقشة التهيئة، اثنان عرض الأهداف، ثلاثة الاستماع إلى النص وتحديد المفردات الصعبة، أربعة مناقشة أسئلة حول النص من خلال السؤال والإجابة، خمسة النشاط الكتابي، ستة التقييم الختامي من خلال استخدام التكنولوجيا. والآن هيا فكر معي في إجابات هذه الأسئلة. ما مشكلة الرجل العجوز؟ هيا تذكر. أحسنت. هيا صف حال الشباب الأربعة، كيف كان حالهم؟ رائع. هيا بنا نتعرف على أهداف درسنا اليوم. الهدف الأول أن يستنتج المتعلم الدروس المستفادة من القصة. الهدف الثاني أن يبدي المتعلم رأيه في القصة موضحاً السبب. والآن هيا بنا نستكمل أحداث هذه القصة. في أحد الأيام لاحظ واحد من الشباب بأن هناك بقعة من الأرض مختلفة ولم يتم حفرها، لذلك جمع إخوانه وأخبرهم بأن الصندوق قد يكون أسفل هذه البقعة. سارع الإخوة الأربعة بالحفر وقاموا بحفر حفرة عميقة ولكن دون جدوى، بمعنى دون فائدة، فلم يظهر الصندوق، وبدلا من ذلك بدأت المياه تخرج من هذه الحفرة. جلس الإخوة بالقرب من الحفرة محبطين لعدم تمكنهم من العثور على الصندوق، وفي تلك اللحظة مر بهم أحد الفلاحين ونصحهم بزرع الأرض التي قاموا بحفرها، وبالفعل استمع الإخوة للنصيحة وقاموا بزراعة الأرض واستغلال المياه التي خرجت، ومع مرور الأيام بدأت المحاصيل بالنمو وبدأوا ببيعها وجني المال، وفي النهاية أدركوا بأن الكنز الذي أراد والدهم أن يجدوه هو العمل. والآن عزيزي الطالب، حان وقت قراءتك لهذه الفقرة بنفسك الآن. توقف هنا قليلاً وابدأ بقراءة الفقرة الآن، ثم استعد للإجابة عن الأسئلة التالية. أحسنتم على قراءة الفقرة، هيا أجب معي عن هذه الأسئلة. ماذا كان يفعل الإخوة؟ أحسنتم، كان الإخوة يبحثون عن الكنز في كل مكان. ما معنى دون جدوى؟ رائع، دون فائدة. ماذا وجد الشباب داخل الحفرة؟ نعم، لم يجدوا الكنز ولكن خرجت المياه من تلك الحفرة. هيا فكر في اقتراح نهاية جديدة لهذه القصة. على ما تدل هذه العبارة؟ جلس الإخوة محبطين. رائع، تدل على اليأس.
والآن هيا فكر معي في إجابات هذه الأسئلة. بما نصحهم أحد الفلاحين؟ رائع، نصحهم بزرع الأرض التي قاموا بحفرها، وبالفعل استمع الإخوة للنصيحة وقاموا بزراعة الأرض. والآن هيا استنتج ما الدروس المستفادة من هذه القصة. هيا فكر. أحسنت، تعلمنا أهمية العمل، النشاط، التعاون، الاعتماد على النفس. والآن عزيزي الطالب، هيا عبر عن رأيك بهذه القصة. أمامك الآن بعض التعبيرات التي يمكن استخدامها في التعبير عن الرأي، وبعد ذلك وضح السبب. والآن حان وقت المشاركة، ويمكنك أيضاً تسجيل كتابة هذا النشاط بدفترك. ما معنى جني؟ رائع، جمع. جملة فعلية، ممتاز، جلس الإخوة. مفرد الفلاحين، الفلاح، رائع. ماذا تعلمت من هذه القصة؟ نعم، أهمية العمل والاعتماد على النفس. والآن عزيزي الطالب، حان وقت النشاط الكتابي. يمكنك الآن فتح ملف البي دي اف المرفق واختيار أحد هذه الأنشطة والإجابة عليه بالدفتر، ثم إرسال هذا العمل إلى معلمتك. والآن حان وقت التقييم الختامي. يمكنك الآن الإجابة عن مجموعة من الأسئلة من خلال استخدام برنامج كويزز. والآن بعد الانتهاء من الإجابة عن الأنشطة السابقة، يمكنك الآن فتح برنامج عصافير وقراءة القصة التي أرسلتها إليك معلمتك. مع تمنياتي لجميع الطلاب بدوام التوفيق والنجاح. شكراً لكم على حسن استماعكم. إلى اللقاء في حصة جديدة إن شاء الله.